احنا هنستنى البط عند البراميل اللي هناك دي. البنادق. ادي اول بندقيه رش. ايوه. وادي تاني بندقيه رش. ايوه. وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه؟ لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش، لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش. حاسب حاسب انت هتصطادنا. هنقعد هنا كتير؟ انا بقيت شبه الخياره المخلله ببرميل التورش اللي انت موقفني فيه ده. الصبر يا بدران. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت موطي صوتك ليه؟ الله في بطي ببناء البط ده يا عم. تعال نصطاد سمك ونصطاد ليه من اساسه؟ تعال اعزمك على اكل السمك معتبر عند قدوره. الهجوم امتى ان شاء الله؟ شش. الهجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدوش دي كتير. هو سيد البط كده. انا حاسس ان احنا في حرب الاستنزاف. اقلع النضاره دي. ليه؟ هتلفت نظر البط والبط حساس جدا. مش قلع النيله. بقول لك اقلع. طول على النضاره. واقلع الساعه دي كمان. وانا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك. الاوستيك هيلفت نظر البط، قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟ ألف حمد لله على سلامة. أنا أنا فيه. انت وحشي.